سادس توقع هو بطل الجزء الجديد حيكون ليون وليس كريس لسببين مهمين. أول سبب، شعبية ليون أكبر من كريس في الوقت الحالي، وهذا إشي مهم بالنسبة لكابكوم لأنه بالنهاية بدها تبيع. تاني سبب، واضح إنه كابكوم عم تبني شعبية كريس أكتر وأكتر وحتخليه بمستوى شعبية ليون، لأنه بالنهاية هو بطل السلسلة الأول، وعودة ويسكر حتخدم بقوة عودة شعبية كريس، لأن ويسكر بيعتبر كريس ألد أعدائه. وبالنسبة للجزء التاسع، الكيمياء الرهيبة اللي كانت بين جيل وليون في فيلم Resident Evil Death Island أعتقد كانت تمهيد لأبطال التاسع، يعني جيل احتمال تكون موجودة مع ليون في الجزء التاسع.